بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دع الاسراف مقتصدا واذكر في اليوم غدا وامسك من المال بقدر ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك تكلمنا في الحلقه السابقه عن موضوع كان من الاهميه بمكان انه يمس حياه الفرد بما هو فرد ويمس حياه الفرد بما هو عنصر في مجتمع كبير ومجتمع صغير الا وهي الاسره تكلمنا في موضوع يخص قضيه تدبير الانسان لنفسه تدبير الانسان لاموره تدبير الانسان لحياته ووضحنا كيف يمكن للانسان ان يدبر اموره ذكرنا في تلك الحلقه ان الانسان اذا اراده أن يدبر أموره لا بد من أن يتبع خطوات عديدة ذكرنا منها أنه عليه أن يتصف بالضبط وحسن التنظيم، وعليه أن يتخلص من جميع الأمور الزائدة عن أولوياته عن حاجاته، وذكرنا نقطة مهم، ذكرنا نقطة مهمة وهي أن عليه أن يرتب أولوياته. الانفاق في حياته. بعد ان بينا كيفيه التدبير ولكون هذا الامر من الاهميه بمكان التجانا الى ان نبين بشكل اوسع ما هو التدبير كتعريف له وما هي اهميه التدبير وما هي فوائد التدبير وما هي مضار ومساوئ عدم التدبير. كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التي افتتحنا بها هذه الحلقة هي عبارة عن قانون عظيم إذا ما أراد الإنسان أن ينجح في حياته فعليه أن يتبع هذه القوانين التي يذكرها أئمة أهل البيت عليهم السلام قلنا سابقا بأنهم صلوات الله وسلامه عليهم لهم من المعرفة ولهم من الاختصاص ولهم من التسديد من الله ما يجعلهم اولى الناس بالناس، ما يجعل الانسان العاقل الحكيم ان يتبع تعاليمهم واوامرهم بدلا من ان يتبع تعاليم واوامر وضوابط يضعها الانسان قد يكون هو بنفسه لم يدبر حياته. نجد كثيرا من الناس يقومون بانشاء او يقومون بانشاء بعمل ندوات كبيره محاضرات طويله في سبيل تعليم الاخرين على فن التدبير مع انهم اذا ما رجعنا الى حياتهم الخاصه وجدناها غير مدبره بالمره وجدناهم قد مالوا عن حياتهم الاسريه الى حياتهم العمليه اكثر مما هو مساغ لدى العقلاء من الناس. ائمه اهل البيت يضعون لنا ضوابط ويقولون لنا ان اتبعتم هذه الضوابط فانكم ستعيشون حياه رغيده في هذه الدنيا وسوف تسلمون من مضار الاخره حتما ولا بلا نزاع ولا نقاش. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا دع الاسراف مقتصدا ان الاسراف ايها الانسان ان الاسراف لا ارتباط له بوجود المال وعدم وجود المال ما معنى انك اذا اسرفت سواء كان لديك المال او لم يكن لديك مال فاض واذا اقتصدت سواء كان لديك مال زائد او لم يكن لديك مال فان الامر سيان الاسلام يبغض الاسراف وان كان في المال الزائد ويقول لنا ان الاقتصاد هو اساس الحياه الحياة الرفاهيه والرخاء بغض النظر عن كميه المال الذي تملكه نعم ايها الاخوه تكلمنا عن ضوابط وقواعد وكيفيه التدبير نريد ان نتحدث الان عن هذه الامور التي ذكرناها وهي اهميه التدبير، كيف فوائد التدبير ومساوئ عدم التدبير. اهميه التدبير تكمن في عدد من النقاط التي ممكن ان نختصر منها نقاطا مهمه نطرحها عليكم ولكم التفكير ولكم ال التدبر في مساوئ مخالفتها طبعا إذا أردنا أن نعرف التدبير للإنسان كل أمر كل مفهوم كل علم كل مصطلح إذا أردنا أن نخوض في حيثياته فلا بد لنا من معرفة ماهيته بالأول ما المعنى من التدبير أنتم عندما تقولون لنا أيها الإنسان كن مدبرا لأمورك ماذا تقصدون من التدبير؟ بعبارة موجزة لا مطولة ممكن أن نقول أن التدبير هو التفكير بعواقب الأمور التفكير بعواقب الأمور لنوضح هذا المصطلح الانسان قد وهبه الله جل وعلا الكثير الكثير من الوهبات والعطايا. وهبه صحة، وهبه عمرا، وهبه جاها، وهبه قوة، رزقه مالا، رزقه علاقات اجتماعية مؤثرة، رزقه طيب الملقاء والحب عند الناس. هو كل انسان الان اذا ما رجع الى نفسه وقال لنفسه يا نفس ما الذي املكه في هذه الحياه الدنيا؟ ان كان منصفا سيقول املك صحه واملك شبابا واملك قوه واملك طيبا اللقاء مع الناس واملك علاقات واملك كذا بالاخير يمكن ان يذكر واني املك مالا. طبعا الحديث عن المال اذا ما خصصناه حتى لا يكون المشاهد يذهب بفكره بعيدا انه اذا تكلمنا عن المال في قضيه التدبير ليس المقصود بان التدبير يقع في المال فقط وانما لان التدبير لان المال هو اظهر مصادق التدبير نتحدث حوله يعني هسه الانسان اي انسان بسيط اذا ما سالته هل انت مدبر جيد؟ مباشرة سوف يذهب ذهنه إلى قضية المال، يذهب ويسرح في ذهنه ليجد نفسه أنه هل أسرف في الإنفاق أم هل دبر في الإنفاق؟ مع أن التدبير لا علاقة له بالمال فقط، وإنما له علاقة وطيدة في كل ما يملكه الإنسان من أشياء، سواء كانت أشياء معنوية أو أشياء مادية أو مبالغ نقدية. على أي حال آهية التدبير هو التفكير في عواقب الأمور أنت أيها الإنسان الآن تتمتع بقوة مثلا لا بد أن تفكر كيف أدبر أمري مع هذه القوة لا بد أن تفكر وتدبر أمرك أن هذه القوة في الماء يأتي من الزمان إذا ما ذهبت وفارقت الجسد كيف يكون حالي إذا نظرت لنفسك بهذه النظرة تستطيع أن ترتب من أمورك وأولويات أمورك بحيث أنك تستفيد من هذه القوة وهي موجودة وأيضا لا تخسر على الأقل لا تخسر شيئا بعد ضياع هذه القوة. إذا التدبير ماهيته هو التفكير بعواقب الامور ولاهميته لاهميه التدبير في حياه الكون كله لا في حياه الانسان فقط في حياه الكون كله ذكر الله سبحانه وتعالى في قرانه المجيد ان التدبير ايضا من الصفات التي يتصف بها الله جل وعلا ويدبر الامر ويفصل الايات نعم الله جل وعلا هو الذي يدبر الامر لانه يعلم بعاقبه الامور لاهميه التدبير وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بانه مدبر للامور لا نطيل في قضيه بيان مفهوم التدبير وانما ندخل مباشره بعد هذه المقدمه القصيره او الطويله بحسب اذهان اسماعكم الشريفه نقول ان التدبير لا بد ان يكون له اهميه كبيره جعلت من الله جل وعلا ينسب هذا الامر لنفسه فما هي اهميه التدبير بالنسبه للانسان وكيف يكون تاثير هذا الامر اللي هو التدبير، كيف يكون تأثير هذا الأمر على الإنسان نفسه وعلى غيره من بني البشر ومن الكائنات ومن الكون بأجمع. الحقيقة الإنسان الآن إذا فكر بأن بني البشر بعدما أسرفوا في استنزاف طاقات الكون، بما استنزاف طاقات هذه الكرة الأرضية، التي يسكنها الكثير من البشر بعد الإسراف في استنزاف هذه الطاقات نجد الآن ما يحصل على هذه الأرض الوسيعة من زلازل من عواصف من براكين من عاصير نجد أن هذا سببه الرئيسي هو الإسراف في استنزاف طاقات الأرض بجهة دون جهة اخرى، على اي حال تكمن اهميه التدبير في قضيتين رئيسيتين وجوهريتين. نعم التدبير له اهميه كبيره في حياه الانسان في كثير من الجوانب، لكن نذكر اهميه التدبير في قضيتين جد مهمتين، نريد من الانسان ان يركز عليها حتى ينجو من مخاطر ما يخافه هو بنفسه. القضية الأولى المسؤولية يوم القيامة. كما عودناكم عندما نذكر أي نقطة من النقاط نذكر إما آية أو رواية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اعتقادا منا جازما بأنه لا يوجد شيء في هذا الكون الفسيح وفي هذه الحياة الطويلة الا وللائمه صلوات الله وسلامه عليهم الراي الصواب فيه. في قضيه التدبير يقول انه من اهميته ان الانسان يكون خالي المسؤوليه يوم القيامه. كيف ذاك؟ نوضحه بهذه الروايه، ان مولانا الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يذكر حكمه للقمان الحكيم رحمه الله يقول فيها: اعلم ايها الانسان اعلم انك انك ستسال غدا اذا وقفت بين يدي الله جل وعلا عن ماذا؟ يقول ستسال عن اربعه اشياء. ما هذه الاشياء التي اسال عنها؟ وما علاقتها بالتدبير؟ الامر الاول يقول ستسال عن شبابك فيما ابليته قد يتفاجا البعض يقول وما علاقه الشباب بالتدبير نعود ونقول لا تجعل من ذهنك يسرح في حلقه ضيقه وكانما التدبير فقط وفقط مختص بالتدبير المالي التدبير النقدي خلينا نعبر عنها بالعراقي تدبير الفلوس لا التدبير انما هو مفهوم يشمل كل المواهب التي وهبها الله سبحانه وتعالى لبني البشر لا بد أن يكون مدبرا فيها من ضمن هذه الهبات التي تفضل بها الله جل وعلا علينا هو الشباب فيقول شبابك فيما أبليت لقد وهبتك رزقتك شبابا لنفرض أن عمر الشباب يتردد ما بين العشرين والأربعين هذه العشرون سنه اين ابليتها هل كنت مدبرا فيها بمعنى ان ساعاتها التي قضيتها هل قضيتها بما يعود بالنفع لك لاننا قلنا في الحلقه السابقه ان التدبير اهم ما فيه انه يعود بالنفع على صاحبه هذه الايام هذه السنوات هذه الساعات التي وهبتها لك والتي تسمى الشباب أين أنفقتها؟ هل أبليتها في أمور لو فقدت الشباب وستفقده حتماً؟ لو فقدت الشباب يوماً هل سيكون هناك مردوداً إيجابياً لك؟ أم أنك ستقع في حسرات وحسرات وحسرات على الأيام التي انقضت؟ فإن كنت مدبراً في ساعات هذه السنوات التي وصفناها بالشباب فاستغللتها بطريقة كنت مدبرا وموفرا لساعاتها حتى إذا منقضت كنت صاحب خزينة وصاحب رأس مال جيد فإنك مدبر أما إذا, أنك إذا ما كنت مسرفا فيها شبابك وقد أضعته أين أضعته بالنزهة وأضعته بالعمل وأضعته بالمزاح وبالنوم وباللهو لن يكون هناك مردود ايجابي لك. إذا. إذا القضية هذه أنك الآن من هباتك أنه وهبناك الشباب ف نطلب منك ان تكون مدبرا فيها والا سالناك. طبعا اذا اي احد من المشاهدين عنده استفسار، سؤال فالارقام موجوده في اسفل الشاشه بامكانه ان يتصل ونتحاور حول موضوع الحلقه. نعم مسؤوليتك يوم القيامه هذا واحد، الثاني وعن عمرك فيما افنيته؟ لقد وهبك الله سبحانه وتعالى هذا العمر. اين افنيته؟ ستحاسب عليه. كن مدبرا في هذا العمر. كما انك ايها الانسان، كما انك مطالب بالتدبير في انفاقك المالي النقدي، كما كذلك انت مطالب بتدبير انفاقك العمري. والا لو اسرف الانسان وهو على كل اسف الان الانسان يسرف في انفاق عمره على تحصيل ماله ثم بعد ان ينقضي العمر يسرف في انفاق ماله لاعاده راحه ليس اعاده عمره وانما لكي يرجع راحه من الم لجسده انفق شبابه أنفق عمره لتحصيل مال ثم ينفق هذا المال لتحصيل ماذا؟ لتحصيل تسكين ألم من عمره، مع أن الله جل وعلا يقول لك: كن وسطاً، يقول لك: كن وسطاً في إنفاقك، أنت يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رائع من روائعه عليه السلام في قضية السعي لتحصيل الرزق يقول في رائعه من روائعه وكل كلامه رائع يقول لو ان ابن ادم فر من رزقه كما يفر من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت انت بسعيك الحثيث لن تحصل الا على ما قسمه الله لك نعم ليست دعوه للخمول ولكن دعوه للتدبير في العمل لا داعي لان يعمل الانسان كل ساعات يقظته ثم يبحث عن سويعات لراحته ونومه وبالآخر سوف ينفق ما استحصله من إنفاق هذا العمر لتحصيل المال سوف ينفق هذا النقد على تحصيل لحيضات للراحة والهناء هذا الأمر الثاني الذي وهبه الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله جل وعلا في الحكمة اللقمان يقول له ومالك مما كسبته وأين أفنيته أو أين أنفقته هذا المال الذي كسبته من أين تم الحصول عليه الإنسان لابد أن يلتفت لقضايا جدا مهمة أحيانا قضاء الساعات الطويلة لتحصيل المال ليس فيه أجرا وإنما فيه إثما لأنك لست مسؤولا عن نفسك فقط. اين ساعات العيال؟ اين ساعات الجسد؟ اين ساعات الروح؟ اين ساعات الطمأنينة؟ كلها انفقتها لتحصيل مال الان الله جل وعلا سيحاسبك، هذا المال من اين كسبته؟ ثم لو انك كسبته من حل اين انفقته؟ والله جل وعلا يحاسبنا عن الحلال اما الحرام والشبهات هذا بحث اخر الحرام مباشره الى جهنم اما الشبهات فيه عتب ولكن الله جل وعلا يحاسب الانسان عن المال الحلال اين انفقته هل انفقته في مرضات الله ام في سخطه هل انفقته في مورده ام في غير مورده احيانا الانسان يجد نفسه انه انفق مالا ولكنه اين في الحلال ليس في الحرام ولكن هذا الإنفاق عند الله مبغوض لماذا لأنه سرف والله والله جل وعلا لا يحب المسرفين مع أنه حلال إلا أنه سرف إذن تكمن أهمية التدبير في أول شيء أنك ستكون خالي المسؤولية أمام الله جل وعلا عندما يريد الله جل وعلا أن يحاسب هذا الفرد ويقول له احاسبك على هباتي التي وهبتها لك عن العمر وعن الشباب وعن المال كيف اكتسبته واين انفقته هذه الامور عندما يحاسبك الله جل وعلا سيجد نفسك اما مسرفا او بخيلا او مدبرا. المسرف ان الله لا يحب المسرفين والمبذر وكانوا المبذرين اخوان الشياطين واما المدبر ويدبر الامر. ويفصل الآيات فلا بد للإنسان أن يسعى بطريق يحصل بها على مرضات الله جل وعلا التدبير يوصلك لهذا الطريق إذا أهمية التدبير تكمن في النقطة الأولى بهذه القضية قضية أهمية فراغ المسؤولية يوم القيامة القضية الثانية الانسان سيشعر بحياه صالحه هنيئه. كل انسان الان في الوقت الحاضر في التفكير الحاضر مو في الزمن، في التفكير الحاضر عند كثير من البشر ينظرون الى انه وجود المال وجود المال هو الذي يسبب راحه البال. لذلك يسعى الانسان لان يحصل الكثير من المال طبعا توهم هذا منه، يحصل كثيرا من المال حتى يشعر براحه البال، لكن عندما نجد الانسان قد تعلق بتحصيل المال، نجد ان راحه البال قد غادرته، والسبب انه بدأ ينفق الكثير من الفكر، ينفق الكثير من الوقت، ينفق الكثير من الجهد والعمر في سبيل ان يحصل هذا المال، وبالتالي هو بعيد جدا عن راحه البال فلا بد للانسان اذا ما اراد ان ير يرتاح باله يرتاح عقله يرتاح ضميره ان يكون مدبرا في كيفيه تحصيله للمال بالاضافه ان يكون مدبرا في كيفيه في كفي في كثير من القضايا الان تكلمنا الآن عندنا اتصال أبو يوسف من النجف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أبو يوسف شيخنا أنتم خصيتوا موضوع الإسراف موضوع الإسراف أي نعم يعني أنا يوميا مثلا ريوقي وغداي مثلا ب 15000 دينار وعندي ولد صديقي كان 3000 هذا غدا هل انا مصرف؟ لا عادي انا عندي متمكنه وما نعم. شوف بالأسراف. انت شوف ابو يوسف نعم. الاسراف اذا نريد نعرف الاسراف، الاسراف هو بذل الاشياء في غير موردها، يعني انت تقول انا ريوقي غداي 15 ألف دينار ونوبات ازيد ونوبات ازيد، ما شاء الله اذا نوبات ازيد راح توصل ل... فلا اقوله هيك لا اقوله انت تقعد بينك وبين نفسك تخلي هذا الريوق مالتك والغداء مالتك وتاكل وتشبع وتتهنى وهنيئا مريئا اريد من عندك قضيه واحدة، تشوف اه. اللي موجود على السفره بعد ما انفقت ال 15000 الموجود هذا اللي على يعني سفره الطعام ايش قد يزيد من عنده يعني شيء قليل يعني اذا شيء اذا شيء قليل تقول اذا شيء قليل معناته انت ما شاء الله تاكل لك 15 ألف انا يعني, متعك... يعني مو بس لك هسه انت تقول وياي يا جماعه يعني معناته ال 15000 مو بس انت يعني حتى لو باكي شراء الملابس مو بس لك لا لا هسه احنا احنا مثلا الملابس مو هي كل شيء في مورده كل شيء في مورده مره انا بصراحه خلينا نكون اخوه ونسولف باريحيه مرة انا اشوف نفسي اقدر استغني عن ال 15000 ب 10000 وال الخمسة 5000 اقدر اجمعها الى الايام الاخرى. نعم الاسلام قاعد يقول لك نعم الان اصبح واجب اخلاقي مو واجب شرعي، يعني احنا احنا الان ما نتحدث عن قضايا فقهيه ابدا. واجب اخلاقي انه انت تصرف العشره وتخلي لك الخمسه. قلت لا يابا انا بصراحه اشوف نفسي ال 5000 تكفي لي بالريوق مثلا والغداء. خلص صار واجب اخلاقي عليك، مولانا ترى انت ال ألف من من كسبتها ما كسبتها من بالمجان، صرفت عليها وقت وصرفت عليها قوه وصرفت عليها جهد وصرفت عليها راحه، تلقاك العمل مالتك يجوز تقعد من وقت وترجع للبيت متاخر، تلقاك العمل مالتك جهدك، هذا جهدك اللي قاعد تصرفه على هيك قضايا حاول تدبر هاي القضية قبل شوية قلناها قلناها ترى العمر قليل يعني أنا عمري وجهدي وقوتي هي عبارة من العشرين للأربعين اللي نروح للخمسين سنة وراها يسمونها بخلاء لا لا بالعكس بالعكس كل من احنا شوف اما ان تكون ضوابطنا ماخذينها من الائمه او ضوابطنا ناخذها من الناس. اذا ضوابطنا ناخذها من الناس فمرة راقب الناس ما تهمن ابدا ما راح نرتاح. نصير يعني مثل هذه القصة الذي يذكرونها بين جحا وابنه وأجلكم الله الحمار ما راح يرتاحون أما إذا كان الضوابط ناخذها من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. والله والله عليهم وإحنا رايدين نخلص هذه الدنيا ونذهب إلى راحة أخروية دائمة لا إحنا يصير مراقبتنا للأئمة فالأئمة راح يقولون هيك الأئمة راح يقولون أنت حاول تكون لا تحرم نفسك وفي نفس الوقت لا تسرف انت الان س... راح اضرب لك مثالين يعني قضيتين القضيه الاولى انت اقعد بينك وبين نفسك شوف تقول انا يوميا اصرف 15 ألف انا ايش اشتغل باليوم اشتغل ثمان ساعات اذا الثمان ساعات هاي اشتغلها احصل مثلا فد 40 ألف يعني ال ألف بحدود اربع ساعات من عمري انا صارف عليها اربع ساعات من عمري صرفت عليها على مدى احصل ال ألف بعد ذلك كثرة الأكل راح تسبب لي أمراض راح أصل أنه بالأربع ساعات الثانية لا أحصل بها مال أصرف للأدوية في سبيل أتعالج من, من مما أسرفت فيه في الإنفاق على الطعام فالقضية لا قضية شسمه لا قضية أنه إسراف ولا قضية أنه بخل أكو قضية خط وسط بين القضيتين بين الأمرين أنت تحددها شوف نفسك حاول هيك تسوي عندك تمرين رياضي تمرين احنا نسميه آه. نسميه تمرين ديني التمرين هذا شنو التمرين انه اليوم 15 باكر خلينا نسويها 10 مده اسبوع بس 10 وراها اسويها اقل لما نشوف هذا الاقل كفه خلاص هاي هي ما اقدر انزل اكثر في سبيل على الاقل تحافظ الله. على نفسك جزاك الله, الله خير جزاك وانت شايف شاي السؤال واحد اي بالخدمه تفضلوا هذا ولد من جماعتنا ويانا يعني يطلع هذا الولد احنا تابعناه هذا ما يصلي نعم فهو يطيب ياكل ويشرب ويضحك ونضحك وياه. انا سامع روايه يقولون انت لس في وجهك ثالث الصلاة اشكره الله معه هذا شنو قاطعه شنو تسوي؟ يعني هو تقول انت صديق. صحيح عندنا روايات تحث على عدم حتى الابتسامه في وجهه قاطع الصلاه. هذا الشخص ها؟ اذا عزيز وصاحبنا هو بالعكس اي اذا 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 عزيز انت قد تحبه كون هو يحبك هو يحبك بقدها زين اذا هو يحبك مثل ما انت تحبه وعزيز عليك مثل ما انت عزيز على كل عندنا سلام عند الشباب انت تحكي له يقول لك كلش تتعلق إنك راح خو هي وده. هذا هذا ولا تزر وزره وزر اخرى صحيح بس انا انا انت انت اللي تهمني اولا تهمني لكونك صديقي ثانيه تهمني لان ارتبط وياك بعقيده صحيحه سليمه وثلاثه يا اخي المصائب ترى مثل ما يقولون اهلنا ترى الشر يعم الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل واحنا اكثر من مره شيخنا يقول الدين متسامح. اخو <applause> ما صحيح بالعكس شوف تسامح الدين باوع تسامح الدين شلون؟ اضرب لي دقائق الساعات في عدد الايام ايش قد راح تطلع عندك؟ راح تطلع عندك بحدود ال 1600 وشويه دقيقه والصلاه كلها 17 دقيقه بينك ما بين الله اللي ينطيك 1600 دينار ويقول لك 17 دينار تتبخل علي بال17؟ زين اسال الله سبحانه وتعالى يوميا منطيك 1600 دقيقه ويريد من عندك 17 دقيقه 15 دقيقه الصلاه. زين اذا انت مع الله جل وعلا بخيل وياي انا صديق شلون راح تصير؟ ما اريد قضايا مادية، باكر عقبه انا احتاجك يوم القيامة شاف هذول بالقرآن معنى الآية فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يوم القيامة تبدأ الشفاعة تشتغل أحياناً أمك أبوك أخوك كلها تل... ت... ما يشفعون بس الصديق يشفع أنا أريدك إلي أنت صديقي أريدك إلي بيوم القيامة مو بس بالدنيا إن شاء الله راح نبلغه ونشوف كون هيك هسه هو شوية شوية بس ترى ما بقى شيء العمر ترى هي خلصان خلصان وشايفين تم وضع العراق وضع العراق <applause> ملك الموت لا يميز يس... نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه له والتوفيق لكم ان شاء الله تعالى <applause> الله يوفقكم يا تلبيكم بالخدمه شوف الله, شوف. الله, الله يخليكم ويسلمكم في امان الله وحفظه يعني حقيقه والله يحزب النفس يعني انا صديقي ومتاثر علي ويريدني ما يريد من ما يريد مني من شي يعني شيء ما يريد من عندي لا مال لا يريد من عندي وقفة فلوس كذا ما يريد من عندي هو يريد من عندي أصلي يا أخي هسل مثل ما يقولون ألف عين للأجل عين تكرموا الآن الإنسان حقيقة يفخر أنه يش عنده أصدقاء بغض النظر عن كون قضية دين أو مو دين هي قضية احترام للآخرين بينك ما بين الله أنت مثلا أي شخص لما تدخل بيت أحد من أصدقائك إذا كنت سليم السريرة وكنت صاحب غيرة لو دخلت في بيت من بيوت أصدقائك تلقاك أنت تحس هذا البيت كل مسؤوليتك ما تحاول جاهدا أنه تتجاوز ولو خط بسيط من هذه الخطوط يا أخي إحنا عايشين في كون فسيح كل بيت الله جل وعلا هاي, هاي مخلوقاتي هاي الله سبحانه وتعالى خلقه وقاعد ينطيك اشياء انت لو افنيت عمرك في سجده واحده ما وفيت نعمه نظر. فكونوا سلام الله عليك الامام الحسين كلمه رائعه جدا وانا اعيد واقول انه كلامهم كله رائع. فيما في اللحظات التي هجم بها أولئك الأجلاف على خيامه وهو قرب الماء ناداهم قال لهم إن كنتم لا تخشون المعاد ولا تخافون الحساب ولا تخشون المعاد فكونوا عربا يا أخي توصفوا بالأخلاق الأخلاق الحميدة اللي الإنسان من يحسن لأخيه الإنسان كوني جازي بإحسان الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا هو ما رايد من عندنا نفت قضية يا أخي أسأل الآن أحسب العبادات اللي موجودة كل العبادات اللي موجودة التي نقول مختصة بالله جل وعلا طبعا إذا ترجع للعبادات كلها نفحة علما للبشر يقينا ماديا نفحة للبشر إلا الصلاة الصلاة مو أقول نفحة مو للبشر لكن أقول بأنه الآن ظاهرها أن أنه فقط للقربة إلى الله جل وعلا يعني هسه مثلا الصوم شوف الان العلماء علماء الصحه بعض العلماء انا قارع عنهم بعض العلماء يقولون باننا بدانا نعالج الناس بالصوم اصلا الصوم الان موجود في كل الديانات وفي الرياضات بعض الرياضات الروحيه يلجؤون الى الصوم بمعنى بمعنى ان الامتناع عن الطعام مرجع فائدته للانسان هذا ظاهر الآن الصلاة ما نقول الصلاة عبارة عن رياضة وانحناء وتفريق شحنات مثل ما بعض بعض مدعي العلم هيك أنا يعني أسميهم أنه يقولون شحنات وتتفرغ نتيجة وضع الإنسان سجوده وكذا ما نقول هذه القضية خلينا نسلم جدلا بأنها لا شيء فيها إلا الارتباط مع الله جل وعلا جدلا خلينا نسلم جدلا وإن سلمنا بذلك لكن ترى الله جل وعلا انطاك هذا الوقت كله كل هذا الوقت انطاك إياه تبخل على الله جل وعلا بخمسة عشر دقيقة العجيب أنا صديقك شو راح أمن كيف راح أمن بيك على أنك في يوم من الأيام تقف إلى جانبي هسه يقول لا إحنا قضية قضية عروف وقضية غيرة وقضية نعم صحيح لكن انا ما اريدك فقط في هذه الدنيا يعني انت الان شيلك الغيره علي مثلا لان صديقك بس لو الان تفارقنا وانا رحت الدوله وانت بقيت بدوله انقطعت العلاقه تماما يوم القيامه ما ان تنقطع العلاقه يوم القيامه انت صديقي قد ينقطع بي السبيل يوم القيامه لا اجد من يشفع لي لا اجد من يتقرب الى الله ويستغفر ويطلب غفران الذنب لي انت صديقي حتى في القران فما لنا من شافعين ولا صديق حميم صديق هذا الصديق احتاجك حتى امام الله يوم المحشر ليش تضيق العلاقه بينه وبينك الى هذه الحياه الدنيا على اي حال الله سبحانه وتعالى نساله ان يهدي الجميع ويهدي شبابنا الى اللجوء اليه واحنا محتاجينه في كل لحظات حياتنا محتاجين لله جل وعلا الآن غفلة من عندنا غفلة ما أخذتنا الدنيا في سبيل ما أخذتنا الملاهي هذه الدنيا عن الله يكون يصير عندنا إعادة تفكير وترتيب للأمور ويبدي يصير ترتيب وتدبير هذا العمر حرامات يروح في قضايا أنت في غنى عنها أيها الشاب وما تصرف قضايا يعني هي بالفائده لك. على اي حال، اسال الله سبحانه وتعالى الهدايه للجميع. نعم. الشيء المهم الثاني نعود الى قضيه التدبير، الشيء المهم الثاني ان الانسان في هذه الحياه الدنيا سيكون صالح حياته صالحه في هذه الحياه الدنيا، شوفوا الروايه عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها التدبير نصف المعيشه نصف المعيشه التدبير مو مو فقط كسب المال كسب المال نصف المعيشه التدبير نصف المعيشه الاخر بل ان هناك رجلا سال مولانا الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال له بلغني يعني هذا الرجل يقول للامام بلغني ان الاقتصاد والتدبير في المعيشه نصف الكسب يعني حياتي التجاريه والكسبيه نصفها تدبير ايش قال الامام الصادق ماذا قال له الامام قال له لا بل هو الكسب كله التدبير هو الكسب وفعلا وفي حياتكم الجميع خلي يسوي استقراء لحياته ايش قد يلقى ناس اصدقاء اقارب معارف تجد ان رزقهم محدود ومع ذلك تجد ان عيشهم رغيد. وبالطرف المقابل تجد اناس ان رزقهم واسع ولكن عيشهم غير رغيد. نعرف هواي اشخاص. يعني هواي نعرف اشخاص. تجد شخصان تجد شخصين في نفس الدائره في نفس المرتب. هذا تمكن من شراء قطعه ارض او دار او سياره وذاك ابدا ما يتمكن من هذه القضيه. وتجده مديون كل عمره تجد أن هذه العائلة وهذا العالم متساوي بعدد الأفراد لكن هذا فيه تدبير هذا ليس تدبير فيه فيه إسراف فلذلك تجد أن حياته في الدنيا هذ هذا المسرف حياته في الدنيا أزمات في أزمات وهذا المدبر حياته في الدنيا راحة بال في راحة بال المهم فهذه من أهمية التدبير من أهمية التدبير نقطة أخرى في التدبير هو استثمار ما يحصل عليه الإنسان بطريقة عقلائية يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما المقصود؟ المقصود أنه الأموال اللي عندكم الأموال طبعًا لا دائما أكررها لا تذهب بنا, بنا المذاهب على أن المال عبارة عن النقد لا لا كل شيء يمتلكه الإنسان هو مال له هذه الأموال لابد من استثمارها بطريقة عقلائية الآن مثلا الآن تجد بعض الدول فيها موارد وبدأت باستثمارها واستنزفت بلادهم بهذا الاستثمار. تجد دول اخرى فيها نفس الموارد لكنها فرطت في قضيه الاستثمار فلم تستثمر منها شيء. بالنتيجه النهائيه تجد هذه الدول تتعرض لويلات الطبيعه المسرفه في الـ في استثمار الموارد تجد الدول الاخرى بعيده جدا عن الطبيعه، الطبيعه هادئه معها. شنو السبب؟ السبب ان هناك استثمارا غير عقلائيا للموارد التي يمتلكها الانسان. فعلى الانسان حتى يعيش حياه هنيئه، حياه مستقره ان يكون مستثمرا للموارد بطريقه عقلائيه لا بطريقه وحشيه. الان الموارد اللي موجوده في الكره الارضيه اعتقد بانها تكفي وتفي للسكان الكره الارضيه واضعاف اضعافهم. لكن لكن سوء الاستثمار هو الذي يسبب هذه الويلات. بقي لدينا امر لابد من ذكره وهو ان لسوء التدبير اثار سيئه جدا على الانسان. مثلا يقول امير المؤمنين عليه السلام: من لم يحسن الاقتصاد اهلكه الاسراف. وبهذا يكون الانسان عديم الاستقرار وقريبا من الضياع. ونقطه مهمه جدا اختم بها. الانسان الذي لا يدبر سيكون رهين الاخرين فكرا وجسدا وطموحا وحتى مستقبلا. لا يدبر امره. بالتالي سيكون في عوز مستمر وبالتالي حتى رايه لن يكون حرا بل يكون تابعا لغيره يكون تابعا لغيره بل لن تكون له اي راي في اي مساله يقول مولانا امير المؤمنين سلام الله وسلام صلوات الله وسلامه عليه من من اشرف الشرف يعني الانسان يكون شرف ذو شرف كبير من اشرف الشرف الكف عن التبذير والسرف. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من السائرين على نهج الائمه صلوات الله وسلامه عليهم وان لا نحيد عن دربهم ابدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.